السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو رقم 9 من دروس الشيمياء اورغانيك. في هذه المره غادي نحاول نلخصوا الفيديو رقم 7 والفيديو رقم 8 اللي كنا هضرنا على لي فونكسيون برينسيبال في النوموكلاتور بطبيعه الحال. الان غادي نقوم بتلخيص كل ذلك في هذا الجدول. هذا كما نقولوا في التسميه ديال لي فونكسيون برينسيبال غادي نلخصوا في هذا الجدول هذا. اذن كتبقى حق لي على الجدول هذا من باش تبقى تفهم مزيان. فهمت؟ المهم غادي نشرحوا شويه في هذا الجدول هذا. هنايا كنهضروا على لي فونكسيون برينسيبال. عندنا اول واحد الاسيد وبطبيعه الحال غتحفظهم بالترتيب كما هكا في الجدول. الفورم ديالها باش كنعرفوها هي هذه، وهذا غادي كان كيكون لاصق معاه. دونك عندنا جوج حوايج، واحد وزوج، عندنا السيفيكس والبريفيكس. من بعد غتعرف شنو هو البريفيكس وشنو هو السيفيكس. اوكي، بالنسبه للاسيد عندنا في السيفيكس اسيد في البدايه وفي الفينال ديال التسميه ولا في النهايه عندنا ويك، وفي البريفيكس عندنا كاربوكسي. نمشيو للاستير. الاستير لا فورم ديالو واش كنعرفو؟ كنعرفوه بهاد لا فورم هاد، واحد الاكسجين كيكون لاصق مع واحد الراديكال، كيكون عندنا واحد الكربون دوبليزون اكسجين، والاكسجين لاخر تيكون لاصق مع واحد الراديكال. في السيفيكس كنقولو اوطا اوط، وكنكملو دو وداك الراديكال اير بريم هذا كنكملو هنايا. وفي بريفيكس بطبيعة الحال غادي يكون عندنا اير داك ديال بريم اوكسيكا بونيل. نشوفو الاميد. الاميد هو انه لا فورم ديالو هي هذه، كيكون عندنا هذا الكربون لاصق كيكون دوبليزون اكسجين موراها ان اش 2. الا كنا في السيفيكس كنقولوا امين، ولا كنا في البريفيكس كنقولوا كربون ميل. صافي. الان غادي نشوفوا النيتريل. نشوفوا النيتريل. النيتريل هو انه لا فورم ديالو هذا الكربون تروليزون ان. إلا كنا في السيفيكس كنقولو نيتخيل، ولا كنا في البريفيكس سيانو. بالنسبة للألديهيد، الألديهيد لا فورم ديالو كربون دوبليزون أكسجين وهاد الأش. إلا كنا في السيفيكس بطبيعة الحال كنقولو أل، ولا كنا في البريفيكس كنقولو فورميل. سيانو لا فورم ديال سيانو كيكون الكربون ولاصق مع أكسجين دوبليزون أكسجين. في السيفيكس أون، أو في البريكس أوكسو. الألكول لا فورم ديال الألكول هو أو أش. في السيفيكس أور، أو في البريفيكس هيدروكسي. الأميد الأمين لا فورم ديال الأمين كتكون عندنا واحد الأن ولاصقة مع دروا غاديكال، كنقولو لها في السيفيكس أمينو، أو في الأمين، أو في البريفيكس أمينو، أو في التالت. قلت لينا الإيتير، قلت لينا الإيتير. هاد الإيتير هادي لا فورم ديالها كتكون لواحد الأكسجين، تكون لاصق مع دو غاديكال واحد زوج. في السيفيكس بطبيعة الحال غادي يكون عندنا والو، وفي البريفيكس غادي يكون عندنا إير بريم ديال داك الراديكال لي كيكون لاصق أوكسيالكان. أوكسيالكان صافي. بالنسبة لهاد الجدول هذا غادي نهضرو شوية على هادشي. إلا كنا في واحد النوموكلاتور ولقينا مثلا تلاقينا الأسيد وتلاقينا الأمين اللي سبق فيهم في الترتيب. هنا بالنسبة لهذا الجدول اللي سبق لنا في الترتيب هو نعطيوه السيفيكس، واللي بقى لنا من وراء غنعطيوه البريفيكس كما هاد الحالة. صافي. مثلا في هاد الحالة غنعطيو الأسيد، ولا مثلا غادي نهضرو على الأسيد اللي فيها بزاف. مثلا لقينا الأسيد في واحد النوموكلاتور ولقينا النيتخيل. ني الاول كنتلاقاو بالنسبه للجدول كنعطيوه السيفيكس، والثاني كنعطيوه البريفيكس. بالنسبه للاول اللي كنهضروا على السيفيكس غنعطيوه اسيد وويك اللي تلاقينا الاول، والثاني غنعطيوه بريفيكس اللي هو سيانو. صافي. بحال هكا نتمشاو. وثاني مثلا تلاقينا هذا، مثلا نديرو كولور اخر، مثلا تلاقينا هذا الامينو وتلاقينا النيتخيل، شكون الاول في الترتيب؟ الاميد. دونك الاميد غنعطيوه اميد، ومن وراء ونتخيل نعطيوه سيان. صافي. غادي نشوفو على حسب الترتيب هاد الطابلو هاد الجدول هذا بلا فورم ديالو بالتسمية ديالو خصو يتحفظ بالترتيب.
دونك ملي كملنا هنايا غادي نمشيو نشوفو القاعدة. القاعدة ديالنا هي هاد لا فورم ولا لا فورمول دو فونكسيون برانسيبال. كنا هضرنا على البريفيكس و السيفيكس بطبيعة الحال في هاد الطابلو اللي فتنا دابا، هو البريفيكس وهو السيفيكس، وهذا لاشين كربون وهذا لا تيرمينيزون. دونك القاعدة كتقول لينا، هي هذه القاعدة ديالنا، كتقول لنا بأن كيكون عندنا البريفيكس هو الأول، ومنوراها كيكون عندنا لاشين كربون برانسيبال، ومنوراها كيكون عندنا لا تيرمينيزون، ومنوراها كيكون عندنا السيفيكس. قلنا قبل قلنا اللي لقيناه الأول في الترتيب بالنسبة لذاك الطابلو اللي هضرنا عليه، هذا اللي لقيناه الأول غادي نعطيوه السيفيكس. غنعطيوه السيفيكس هذا الاول، والثاني خصو يدي البريفيكس. غادي نرجعو للقاعده، هي بالنسبه للقاعده السيفيكس كيبقى هو التالي الا في حالات الاسيد. الاسيد كيكون بديلنا بالاسيد، وفي التالي اويك هذا، وهنا في الوسط خصو يكون الاخرين. صافي، دونك القاعده ديالنا مفهومه. البريفيكس لاشين كربون برانسيبال لا تيرمينيزون، ونوراها سيفيكس. دونك هادشي كامل اللي هضرنا عليه غادي نطبقو في هاد الامثله اللي غادي نشرح دابا. المثال الاول ديالنا هو هذا. هاد المثال بطبيعه الحال فيه السيانو وفيه الاسيد وفيه اسيد اخر وفيه الميثيل. دونك غتقول لي المهم لا فورميل خصك تكون عاقل على لا فورميل ديالك، لا فورميل خصك تكون عاقل عليها باش تعرف واش اسيد ولا سيانو ولا نيتريل. دونك بما ان لقينا السيانو والاسيد غادي نرجعو للطابلو نشوفو شكون اللي كيسبق، واش السيانو ولا الاسيد. الاسيد هو البرومي، هو هذا الاسيد ديالنا، هو هذا. نشوفو السيانو، السيانو هو هذا، ها هو السيانو. دونك السيانو غادي نعطيوه البريفيكس اللي غادي نعطيوه اوكسو، والاسيد تلقينا هو الاول غادي نعطيوه اسيد اويك في لا فينال ديالو. صافي، نرجعو للميتو. دونك ملي تلقينا هذا اسيد وعندنا اويك في التالي، ها هي اويك او. دونك هضرنا على الاسيد اويك، قالت لينا دابا كادي نديرو نبداو التلقيم، فهمت؟ واش غنبداو التلقيم من هاد الكوتي ولا من هاد الكوتي الاخر. دونك الا بدينا من هنايا غندير نعطيو هذا رقم 1 2 3 4 5 6، السيانو طاحنا في 3 والميتشيل طاح في 4 اللي هو المجموع 7. الا كنا في الكوتي الاخر الاتجاه المعاكس، نعطيو هذا رقم 1 2 3 4 5 6، الميتشيل غادي يدي رقم 3 والسيانو غادي يدي 4، دونك بحال 7 7 متساوي. هنا بقات لينا الا كنا في السيانو قلنا في البريفيكس ديالو غادي يعطينا اوكسو كيبدي بالاو، والميتشيل كيبدي بالام. شكون اللي كيسبق في الالفابي، واش الام ولا الاو؟ كتسبق الام، دونك غادي نسبقو الام. هاد الميتشيل خصو يدي اصغر رقم، الا بغينا نعطوها اصغر رقم خصنا نمشيو في هاد الاتجاه 1 2 3 4 5 6. صافي، دونك عندنا عندنا اسيد غادي نبداو 3 ميتيل، وهذا 3 ميتيل، ها هو الميتيل 3 ميتيل. 4 هذا 4 اوكسو حقاش عطينا البريفيكس. عندنا 6 ديال لي كربون نعطيوه هيكزان، وهدي عندنا هنايا واحد الاسيد هو هذا، ثاني اسيد هو هذا. الا لقينا زوج ديال لي اسيد غادي نقولو له دي اويك، و الا لقينا 3 نقولو تري اويك. صافي، نتمنى هاد المثال يكون مفهوم. نمشيو لمثال اخر. هاد المثال عاوتاني فيه اسيد وفيه نيتري وفيه الميتيل. دونك غادي نمشيو نتعرفو على الاسيد والنيتري، شكون اللي فيهم غادي نعطيو البريفيكس وشكون غادي نعطيو السيفيكس. نرجعو للطابلو ديالنا، عندنا الاسيد هو الاول غادي يدي لنا السيفيكس، غادي يدي السيفيكس اسيد اوي. نشوفو النيتريل، النيتريل هو هذا، النيتريل ديالنا هو هذا، غادي يدي لنا سيان.
علاش؟ لان الاسيد هو اللي وصفك في الطابلو غادي نعطيوه السيفيكس، واللي بقى غادي نعطيوه البريفيكس باش نعطيوه سميت سيانو. ارجعوا للميتا دونك. وبالنسبه لواحد الحاجه اللي نشير ليها، اللي جا الاول في الطابلو كنعطيوه اصغر ترقيم. دونك غادي نبداو الترقيم من هنا، 1 2 3 4 5 هادي لا شي برينسيبال. الى بغينا نرجعوا للفيديوهات اللي قبل، دونك غادي نبداو باسيد وغادي نستديو بويك تفهموا. نزيدو هاد النيتريل، غادي يدي كلمه سيانو، سيانو غادي يدي كلمه سيانو. لحقاش غادي نعطيوه كلمه، غادي نعطيوه في الترتيب ديال البريفيكس. هي سيانو تلاقينا في رقم، تلاقينا بطبيعه الحال في رقم 4، نعطيوه سيانو. هاد الزوج هادي تلاقيناها في الميتين، نقولو دو ميتين. عندنا خمسة ديال لي كربون، هما هادو غنقولو بنتان. لحقاش عندنا سامبل ليزون، وغادي نزيدو ويك في التالي. نتمنى هاد الميتال يكون فهم. نشوفو مثال آخر، هاد الميتال عاوتاني تلاقينا فيه الأمين والأسيد. بطبيعة الحال الأسيد هو اللي غادي يكون في الترتيب هو الأول، نتأكدو الأسيد هو الأول والأمين، أمين هذا والأمين غادي يكون هو الثاني في الترتيب. دونك الأمين ها هو الأمين ديالنا، هذا هو الأمين، غادي نعطيوه أمينو. تلاقينا في البريفيكس، لحقاش تلاقينا هو الثاني، غادي ندوه الترتيب ديال البريفيكس. والسيفيكس غادي نديها الأصيل، غادي دونك غادي تكون عندنا أمينو. نرجعو للمثال، دونك هذا غادي نعطيوه أمينو، وهذا غادي نعطيوه أسيد. صافي دونك هذا نبداو به هو الاول، لحقاش قلنا اللي جا في الاول في الترتيب كان بدنا نعطيوه اصغر ترقيم، 1 2 3. دونك هذا هذا غادي نقول له أسيد، غادي نكملو بويك ياك فهم. هذا عندنا هذا غادي يكون عندو امينو، لحقاش تلاقينا في البريفيكس، ها هي 3 امينو. ودو غادي نلقاو كلورو، ها هو كلورو. غتقول لي علاش ما سبقتيش دو كلورو؟ مزيان. هنايا راه عندنا في الان في التسميه غادي كيبدي بالا، وهذا في التسميه كيبدي بالسي، الا كتسبق السي، هادشي علاش سبقنا الامين. عندنا دو كلورو، وبطبيعه الحال عندنا ثلاثه ديال لي كربون، ها هما ثلاثه ديال لي كربون. غنقولو بروبان والسامبل يوزون، بطبيعة الحال نقولو بروبان ونزيدو ويك في التالي ديال الأسيد. نتمنى هاد المثال تاهو يكون فهم. نزيدو مثال آخر، فهاد المثال هذا بطبيعة الحال غادي فيه أسيد وفيه سيتون. الأسيد بطبيعة الحال هو لي سبق، وغادي نتأكدو من ذلك. الأسيد هو اللولى، غادي نعطيوه سيفكس ونقولو أسيد ويك. نشوفو السيانو، هو هذا السيانو. غادي يجينا في البريفيكس غادي نعطيو اوكسو. صافي دونك الاسيد، الاسيد اسيد ديالنا غادي نعطيوه اسيد ويك، غادي يجينا في السيفيكس. والثاني جانا هو السيتون، غادي نعطيوه اوكسو. غادي نبداو الترقيم من هنا كيما قلنا، 1 2 3 4 5، 5 ديال لي كربون. دونك غادي يجينا اسيد، وغادي نكملو بويك. دونك في الترتيب رقم 4 اللي هو هذا، غادي تجينا اوكسو، 4 اوكسو، وعندنا 5 ديال لي كربون اللي هما هادو 5 ديال لي كربون. غادي نقولو بنتان، وغادي نزيدو بويك بطبيعة الحال في النهاية. اخر مثال هو هذا اللي موجودة فيه الامين والنيتخيل. غادي نشوفو شكون غادي يجي في الترتيب، واش الامين ولا النيتخيل. عندنا النيتخيل هو الاول، غادي يجينا في الترتيب اللي هو هذا. دونك من جانا النيتخيل في الاول، راني نعطيوه في البريفيكس، لا نعطيوه في السيفيكس. النيتخيل في السيفيكس غادي يجينا هو النيتخيل، بقات لينا الامين. الامين هو هذا، غادي نعطيوه البريفيكس امين. نرجع، بما ان النيتخيل هو اللي كان اول والامينو هو اللي كان ثاني، هذا النيتخيل غادي يدينا سيفيكس.
والامين ولا الامين اللي دينا بريفيكس فوما. دونك غادي نبداو الترتيب في اول واحد تلاقينا اللي هو النيتريل، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة بصح ديال لي كربون. دونك في الكات اللي هو هذا نتلاقاو امينو، خمسة ديال لي كربون انا نقولو بنطان، هاهي خمسة ديال لي كربون انا نقولو بنطان. وفي الترقيم واحد غادي نقولو نيتريل. غتقولي علاش خديتي النيتريل هو تشالي وما بديتيش به؟ مزيان، قلنا في القاعدة اللي هضرنا عليها في الاول قلنا كيكون عندنا البريفيكس كنبديو به نور لاشين كربون مورا لا تيرمينيزون اللي كتكون عندنا، مثلا عندنا السامبل ليزون كيكملو بان ومنورها غادي يكون عندنا السيفيكس. نتمنى هادشي يكون فهم. وغادي نرجعو للقاعدة باش نوضح ذلك. هاهي عندنا البريفيكس شاشين كربون برانسيبال لا تيرمينيزون و لو سيفيكس. نتمنى يكون هادشي مفهوم وهاد الجدول هذا يكون محفوظ كيما هكا بالترتيب. لحقاش اللي جا الاول اللي تلاقيناه الاول كنعطيوه رقم واحد وكيكون هو بطبيعة الحال السيفيكس، واللي تلاقيناه الثاني كنعطيوه رقم زوج وكيكون هو البريفيكس. لان القاعدة كتقول لنا اننا خصنا نديرو البريفيكس من ورا لاشين كربون من ورا لا تيرمينيزون. الا كان عندنا سامبل غنقولو ان، ولا كان عندنا دوبل ليزون غنكملو بان افيك او، ولا كان عندنا تريبل ليزون غنكملو بايكغيك ان او اللي هي ان. وبطبيعة الحال هنا غتكون عندنا السيفيكس. صافي، نتمنى هادشي يكون فهم ونتلاقاو في فيديوهات مقبلة ان شاء الله. نعم.